القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزاء. ماذا جرى على أمير المؤمنين وسيدة نساء العالمين بعد رسول الله تاريخيا؟ ماذا جرى عليها؟ لابد تعد لي بأنه الآن حرقوا بيتها وأخرجوا عليا من أمير المؤمنين وألقوا الحبل ماذا في عنقه وأسقطوا جنينها وكسروا ضلعها وفعلوا 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 وفعلوا. سؤال، لو سألك سائل ما الدليل على ذلك، شنو عندك مولانا؟ شنو؟ ها؟ كتاب سليم عندك. أهم مصدر لا يخلو منه بيت شيعي هو كتاب سليم ابن قيس الهلالي رضوان الله تعالى عليه. بصراحة أنا أعجب من بيت شيعي لا يوجد فيه كتاب سليم ابن قيس، وهو مؤلف في زمن أمير المؤمنين سلام الله عليه. توقع شنو من تحفة ثمينة غالية. هذا الكتاب أقدم وثيقة وأهم وثيقة والوثيقة الوحيدة التي بأيدينا التي تثبت الجريمة وتثبت الظلام وتذكر لنا التفاصيل فيما يرتبط بظلامة الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها. المسألة الأولى من المسائل الأساسية، مسألة كسر ضلعي سيدة نساء العالم. هذه المسألة اللي الآن تقريبا مو مشهورة، بل من المسلمات والضروريات على المنابر. أعزائي، هذه القضية أعزائي لم ترد إلا في كتاب سليم، أول مصدر لها. وبعد ذلك بعد كلها ماذا؟ من هنا أول مصدر لها. الشيخ النعماني صاحب كتاب الغيبة قال هو أصل من أصول الشيعة، هذا الكتاب أصل من أصول الشيعة. قالت فاطمة: من شك في ظلمهم إياي، الاثنين، من شك، مجرد شك بسيط يتسرب إلى قلبك، من شك في ظلمهم إياي فقد كفر. اللي عجبه يكفر بالله ومحمد وآل محمد، خلي يعلن يقول أنا القضية ما مقتنع بها مظلومية الزهراء. السيد الخوئي قدس الله نفسه، قلنا يوجد بحثان. البحث الأول أن هذا الكتاب الذي بأيدينا هو كتاب سليم أو ليس كتاب سليم. قلنا لا يوجد أي دليل على أن هذا الذي بأيدينا هو كتاب سليم. البحث الثاني، لو تنزلنا وقلنا أن هذا الكتاب هو كتاب شنو؟ كتاب سليم، هل يوجد سند صحيح لهذا الكتاب أو لا يوجد؟ إذن أعزائي لا تخلطوا بين الأمرين. الأمر الأول أنه ما الدليل على أن هذا النسخة بأيدينا هي كتاب سليم. البحث الثاني، تنزلنا يعني كان مشتهرا معروفا وصل إلينا بأيدي أن هذا كتاب سليم، يوجد سند صحيح له أو لا؟ تعالوا معنا إلى السيد الخوي. السيد الخوي لا يتكلم في المسألة الأولى، يتكلم في المسألة الثانية في المجلد الثامن أعزائي من معجم رجال الحديث، يقول في الصفحة أعزائي 220، طبعا الترجمة تبدأ أعزائي، الترجمة تبدأ أعزائي من صفحة 216 أعزائي إلى أن يأتي إلى صفحة أعزائي، إلى صفحة أعزائي، يقول في صفحة 225: هذا والصحيح أنه لا طريق لنا إلى كتاب سليم بن قيس المروي بطريق حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر عنه عن أبان بن أبي عياش. يقول هذا الطريق صحيح أو ليس بصحيح؟
ليس بصحيح. وذلك فإن في الطريق محمد بن علي الصيرفي وهو ضعيف كذاب. هذا هو الطريق الأول. الجهة الثانية، التفت جيد، الجهة الثالثة. يقول يوجد للشيخ، ها، للشيخ طريقان إلى كتاب سليم. قد عرفت أن للشيخ إلى كتاب سليم طريقين، في أحدهما حماد بن عيسى وعثمان بن عيسى عن أبان عن سليم، وفي الثاني حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر عن سليم، وأما النجاشي إلى آخره. بعد ذلك ينقل، يشير إلى الطريقين، يقول وكيف كان فطريق الشيخ إلى كتاب سليم بن قيس بلا بكلا سنديه ضعيف، ولا أقل من جهة محمد بن علي الصيرفي. إذن يوجد طريق صحيح إلى هذا الكتاب أو لا يوجد طريق صحيح بعد إلى هذا الكتاب؟ افترضوا أن هاي النسخة التي بأيدينا، هاي النسخة، نسخة كتاب سليم، هي نفس النسخة التي سلمها سليم إلى أبان بن أبي عياش ونقلت إلينا، هل يوجد لنا طريق صحيح إليها أو لا يوجد؟ لا يوجد أعزائي. إذن فتلخص مما تقدم أعزائي، الطريق أو البحث الأول أنه لا طريق للتثبت أن هذا الكتاب الذي بأيدينا هو الكتاب الذي سلمه أو كتبه سليم ابن قيس الهلالي. هذا إذا كان له، إلا العلامة البهبودي يقول أصلا ليس له مثل هذا الأصل ومثل هذا الكتاب. إذن أعزائي شوفوا الموقف الأول، أن سليم لا يوجد عنده مثل هذا الكتاب، هذا ما يقوله العلامة البهبودي، هذا الإشكال الأول. الملاحظة الثانية أنه لو كان له كتاب لا طريق لنا للتثبت من أن هذا الذي بأيدينا هو كتاب سليم الذي كتبه. هذا الكتاب صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات إنها فتاوى الخوئي وبذيلها فتاوى تلميذه الميرزا جواد التبريزي رحمة الله عليهما، وهذا هو الجزء الثاني صفحة 468 رقم السؤال 1607. السائل من مقلدي الخوئي يريد أن يعرف رأي الخوئي في روايات كسر ضلع فاطمة من قبل عمر، هل هي صحيحة برأيكم؟ ولهذا تجدونه، شوفوا الجواب الدبلوماسي، أنا أعبر عنه هذا دبلوماسي، تعبر عنه هروب عن الجواب. مولانا صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات لسيد الخوئي ومرزا جواد التبريزي. شوف عندما يسأل هذا السؤال الخطير ماذا يجيب. رأي السيد الخوئي معروف ومبين في كتبه وأبحاثه ودروسه، روايات كسر عمر لضلع فاطمة ليست صحيحة، هذا هو رأيه، مبين في معجم رجال الحديث وفي أبحاثه ودروسه، هذا الأمر مبين. ما جاء من روايات إن كان في كتاب سليم ابن قيس أو في دلائل الإمامة، وهما المصدران الرئيسان الأساسيان لهذا الموضوع، الروايات الواردة في هذين الكتابين بخصوص كسر عمر لضلع فاطمة روايات ضعيفة عند سيد الخوئي وضعيفة إلى أبعد الحدود، فهو يرفض هذه الروايات. هذا يعرفه كل تلاميذه. في السؤال 1607، هل الروايات التي يذكرها خطباء المنبر وبعض الكتاب عن كسر عمر لضلع السيدة فاطمة صحيحة شنو برأيكم؟ التفت إلى السؤال، جدا السؤال ذكي، ما دي يسأل أنه صحيحة لو مو صحيحة، دي يسأل شنو، فهو لابد أن يجيب على رأي الآخرين لو على رأيه، ها، على مبنى لو مبنى الآخرين.
شي جاوبه؟ يقول ذلك مشهور. هذا مبنى لو مبنى الآخرين؟ ليش؟ ليش ما يجاوب السيد الخوي؟ لأنه يدري، يدري بأنه إذا فتح هذا الباب عليه يبقى يبقون له باقية أو لا يبقون له باقية، ما يبقونه. محمد حسين فضل الله أنكر ذلك اعتمادا على رأي الخوي وليس على رأي شخص آخر. السيد السيستاني أيضا في نفس هذا الاتجاه وبقية تلامذة الخوي. سيدنا دا نسألك عن رأيك مو عن ماذا يقوله الآخرون. هو يجيب أو لا يجيب؟ حتى أنت سميه هروب، سميه دبلوماسية، سميه إيهام، سميه ما أريد أقول غير شيء بعد، شتري سميه سميه. إذا ثبت عند السيد الخوي كسر الضلع أو لم يثبت؟ شو تقول؟ شيعي لو مو شيعي سيد الخوي؟ تبين مسكين فقط ذاك السيد مولانا عندما قال بأنه لم يثبت عندي لابد تصدر الفتاوى شنو؟ ها؟ لا خارج عن المذهب بس التضييع. واللطيف أن هذا هو مبنى المرزة التبريزي، لأن المرزة التبريزي في أول الجزء الأول قال كل ما لم أعلقه فهو شنو؟ رأي. قال أنا أمامكم أعزائي. آه التفت. ها هذا السؤال 1607 الخوئي، اكو تبريزي لو ماكو تبريزي؟ ها شوفوا هنا التبريزي انما ترفعون مكان اللي مو موافق للسيد الخوئي ماذا يقول؟ هنا شنو؟ هسه قد رايه بعدين يتبدل ما عندي علم، ولكن هنا الى هذا اليوم اذا من ينكر كسر الضلع يخرج عن المذهب، اذا هنا اللي ما معلق مرزا جواد تبريزي فهو كان شنو؟ ها خارج عن التشريع. السيد الخوئي من صفحة 226 يتحدث عن سليم ابن قيس إلى صفحة 238، خلاصة الكلام ما هي؟ هذا الكتاب كتاب سليم ابن قيس، هذا الكتاب نستطيع أن نأخذ منه الروايات أو لا، رواياته صحيحة أو لا؟ الخلاصة هنا في صفحة 237، وكيفما كان مر التفاصيل وإشكالات وردود ودفوع، وكيفما كان فطريق الشيخ يعني الشيخ الطوسي إلى كتاب سليم بن قيس بكلا سنديه ضعيف، فالكتاب ضعيف، رواياته ضعيفة ليست صحيحة برأي السيد الخوئي. مسألة أخرى أعزائي أوضح منها أعزائي، مسألة مولانا 588 أعزائي 586 نفس المجلد، قال فألقوا في عنقه شنو حزيزي؟ حبلا، اللي ورد أيضا في نهج البلاغة، ولكنه نهج البلاغة متأخر باعتبار أنه في القرن الخامس أعزائي، هذا في القرن الأول سليم بن قيس. سؤال يثبت أو لا يثبت؟ شو تقولون؟ على مبنى صاحب الكفاية ماذا؟ كما صرح السيد الخوي قال حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة. الأسانيد ضعيفة يعني الكتاب ضعيف، الكتاب ضعيف يعني الروايات ضعيفة، ظلامة فاطمة وما جرى عليها بين الباب والجدار، هذه الروايات ضعيفة ليست صحيحة برأي السيد الخوئي، هذا كلامه واضح في معجم رجال الحديث الجزء التاسع. تريدون أن ترقعوا رقعوا براحتكم، لكن هذا الكلام واضح وهذا رأيه، ومات السيد الخوئي عن هذا الرأي، على هذا الرأي. الموقف الذي اختاره العلامة الشيخ محمد باقر البهبودي أعزائي، الشيخ محمد باقر البهبودي أعزائي
هناك في كتابه معرفة الحديث وتأريخ نشره وتدوينه وثقافته عند الشيعة الإمامي. وأنتم تعلمون أن العلامة البهبودي الحق والإنصاف من المحققين في هذا المجال في الأسانيد وفي المتون. يعني عندما ترجعون أنتم إلى صحيح الكافي إلى كتبه الأخرى تجد وتعليقات على البحار تجدون إنسان محقق لم يختلف أحد. بعد أمامكم تحقيقات البحار في زمن السيد البرجردي، كثير من هذه التحقيقات اللي موجودة في الحواشي لمن هي؟ للعلامة البهبودي عزاج. يعني كان ممن يطمئن إلى تحقيقاته حتى في زمن العلامة السيد البرجردي أعزاج علي لحو. يقول: ولكن الذي أعتقده بعد سبر الكتاب صدرا وذيلا ونقدها كلمة كلمة أن الكتاب موضوع وضعه أحد الغلاة على لسان سليم بن قيس الهلالي، ورواية ابن أذين عن أبان بن أبي عياش. عندنا بعض الأسانيد إلى أبان، اللي من أبان إلى سليم يمر من خلال عمر بن من؟ أذينة. جيد، هسا أولئك الذين وضعوا الكتاب لماذا اختاروا عمر بن أذينة مولانا؟ لماذا اختاروا هذا؟ قال: وإنما اختار الواضع، الواضع اللي وضع الكتاب ونسبه إلى من؟ إلى سليم. وإنما اختار عمر بن أذينا لأنه كان هاربا من موطنه. ما كان أحد يستطيع أن يتأكد أنه عمر بن أذينا مولانا يقول هذا الكتاب أو لا يقول، يعني يمكن التأكد منه أو لا يمكن التأكد؟ لا يمكن. اتقاء شر المهدي العباسي في خلافته ومات هناك، فدس الزنديق مصنف هذا الكتاب، هو الشديد العلام البهبودي يقول أن الذي وضع هذا الكتاب تبين زنديق مولان، فدس الزنديق مصنف هذا الكتاب نسخته في الكوفة والبصرة واليمن بأيدي الوراقين المغفلين، وأخذه الأصحاب يروونه وجادة. يعني أنه وجدوا على الكتاب مكتوب كتابه ماذا؟ سليم بن قيس، فنقول نقلوه وجادة. وذكرنا مرارا أن الوجادة يعني في الكتاب يقول أنه كذا وكذا، لا أنه أنت رأيته من مؤلفه. وجادة حسب الإجازات التي كانت لهم إلى روايات عمر، من دون أن يتمكنوا من تحقيق النسخة وقراءتها على ابن أذينة، كل ذلك شوقا منهم في الطعن على أعداء أهل البيت وكسر شوكتهم. ما دام وصل إلينا هذا الكتاب ويسقط اعتبار أعدائنا فلماذا؟ فلننشره على الملأ. الآن في زماننا موجودة عزو، انتوا الآن انظروا إلى الفضائيات، انظروا إلى المواقع، انظروا كذا، إذا صدرت كلمة وإن لم يكن لها أصل الذي يريد أن يستفيد منها ماذا يفعل؟ ينشرها في كل مكان. فكما ترى في أول الكتاب بل وفي أثنائه جعل الواضع الدجال إلى آخره مولا. هذا هو الموقف ها؟ قبل سنوات ليست بالكثيرة كنت في الكويت وأدعاني إلى منزله الشيخ الفاضل الخطيب الحسيني المعروف الشيخ محمد جمعة، وجلسنا في مكتبته الشخصية في بيته وتناقلنا أطراف الحديث مما يعلق في ذاكرتي من حديثه. كان قد ذهب إلى النجف وزار السيد السيستاني دام ظله الشريف. هو يحدثني شيخ محمد جمعة يقول: قلت له: سيدنا، هل تشاهدون مجالسي البعض منها على التلفزيون؟ قال: نعم، أنا شاهدت بعض هذه المجالس ودار الحديث، ما رأيكم فيما أطرحه؟ يقول: قال لي هناك مشكلة موجودة، مشكلة
عند الخطباء جميعا. ما هي هذه المشكلة؟ المشكلة أنهم حين يتحدثون عن ظلامة الزهراء يقول سيد السيستاني يصر على أي قضية؟ على أن ما يذكر على المنابر من ظلامة الصديقة الكبرى فيه مبالغة وليس صحيحا. هو شيخ محمد جمعة يقول دخلت معه في نقاش فقلت سيدنا أنت ماذا تريد؟ قال المفروض أن الخطباء لا يذكرون على المنابر فيما يتعلق بالصديقة الطاهرة أو المعصومين، ولكن الحديث عن الصديقة الطاهرة إلا ما صح، ما كان صحيحا من جهة السند. وإذا تتذكرون في الحلقات السابقة عرضت عليكم كتاب مشرعة البحار للشيخ آصف محسني من تلامذة السيد الخوئي ومن المراجع الأفغان، شخصية علمية معروفة. الشيخ آصف محسني في كتابه مشرعة البحار حين وصل إلى الباب الذي ذكرت فيه روايات كثيرة جدا عن ظلامة الصديقة الطاهرة تجاوزت 50 رواية ومفصلة، لم يثبت منها إلا 3 روايات، وهذه الروايات 3 إذا تتذكرون عرضتها عليكم وقرأتها عليكم، لا علاقة لها بظلامة الصديقة. ليح إذا هجموا على الزهراء شو دور الإمام علي؟ الإمام علي جبان، أنتوا كلكم متزوجين من متزوجين، إذا فرضنا أنه واحد بده يجي يهجم على زوجتك بده يقتلها أو بده يعتدي عليها تقعد تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أو تدافع عنها؟ إذا ما دافعت عن زوجتك شو بيقولوا الناس عنك؟ هذا 1. 2، لم يكن علي وحده في البيت، كان هناك جماعة من بني هاشم، حتى قيل أنه زبير ابن عمة الإمام علي خرج مسلطا سيفه إلى الخارج، ما كانوا داخلين للداخل. هولهم أيضا يتركون الزهراء، هذا بيكسر لها ضلعها وهذا ينقصها بالسيف وهذا ما يدخل البصمار بصدرها مثل ما بيقولوا، بصمار هيك مزنجر ما بعرف، هذا معقول؟ هذا فكروا. وهذا هو الذي تجدون نحن مرارا وتكرارا نقول أن المنهج السندي تدمير للمعارف الدينية للحديث عندنا. قطعا كتاب سليم بن قيس ليس صحيحا بحسب قذارات علم الرجال، لا يبقى شيء من ظلامة فاطمة إذا أردنا أن نطبق قذارات علم الرجال، هم يسمونها قواعد أصول، أنا أسميها قذارات. وإني والله لأتعجب من هذا الرجل، هو في نفس الصفحة التي قرأ منها كلام السيد الخوئي قبل قليل، صفحة 468 من صراط النجاة المجلد 2، بعده بسؤال واحد في نفس الصفحة
سئل السيد الخوئي هذا السؤال: هل الروايات التي يذكرها خطباء المنبر وبعض الكتاب عن كسر فلان لضلع السيدة فاطمة عليها السلام صحيحة برأيكم؟ في نفس الصف سيد الخوئي أجاب: ذلك مشهور معروف، قضية مشهورة معروفة، فهو وإن ضعف كتاب سليم إلا أنه يقول عن مأساة الزهراء ماذا؟ بأنها قضية مشهورة معروفة. سيدنا شفت البعض مولانا واقعا ممن لا خبرة لهم يقول بريده يستند إلى المشهور، والمشهور مولانا كتابه تعال ارجع إلى مصباح الأصول ماذا يقول عن الشهرة. تعالوا هذا مصباح الأصول للبهسودي الجزء الثاني صفحة 141، البحث الرابع في حجية الشهرة، القسم الأول الشهرة الروائية. شوفوا ماذا يقول، يقول: فتحصل مما ذكرنا عدم كون الشهرة من المرجحات عند تعارض خبرين، يعني مو حجة. القسم الثاني الشهرة العملية، بمعنى استناد الشهرة إلى خبر في مقام الإفتاء أو كذا. التحقيق عدم كون عمل المشهور جابرا على تقدير كون الخبر ضعيف السند في نفسه، كما في قضية ماذا؟ كسر الضلع. ضعيف السند يقول استند إليها المشهور، يقول حجة وليس بحجة، ليس بحجة. القسم الثالث أعزائي الشهرة بمعنى اشتهار من دون أن يعلم مستند الفتوى، الشهرة العملية، الشهرة إلى أن يقول فتحصل في صفحة، فتحصل أن الشهرة الفتوائية مما لم يقم دليل على حجيتها. الجواب شنو هنا؟ قرأناها شنو مولانا؟ شنو هو؟ المعروف وش معروف عند العوام، شنو قيمة هذا؟ أو على المنبر وهذول من العوام شنو على القيمة؟ الكلام وين؟ في كلمة مشهور، هاي صغرى القياس. والشهرة شنو؟ ليست بحجة. قال هذه الروايات مشهورة معروفة، مشهورة معروفة بين الناس بين عوام الشيعة، وليس مشهورة معروفة بين العلماء، لأن هذه الروايات في نظر العلماء ضعيفة وليست صحيحة. هذا هو المنطق نفسه، منطق السيد الخوئي، منطق بقية المراجع، منطق السيد السيستاني الذي يتحدث عنه الشيخ محمد جمعة. سقطت الزهراء من محملها من زوجها على الأرض وضعيفة تصيح بويا بويا بويا، لما أقبل أمير المؤمنين ابن عمها بعد شافها طريحة ووجهها أصفر من الهول من الخوف، ابن صغير 6 سنين عمره شلون يجي؟ أنتوا رجال اسمعوا كلمتين عندي أنا لا تنسوها. الإمام شنو قال لها؟ قال لها: يا فاطمة أيصفر وجهك وابن عمك علي؟ يصفر وجهك وأنا موجود. جوابها بعد أشد، شنو قالت؟ قالت يا علي ما خاب من كنت وراء ظهره. يعني أنا ما أخيب ما دام أنت موجود. ولذلك بعد وفاة رسول الله صاحت: وين شجاعتك يا علي؟ يا علي وين ذاك اليوم موقفك؟ يضربوني قدامك وساكت. Made the most arrogant statement the day after. Omar said, I heard that you buried Fatima. He said to him, yes. Where is she buried? He said to him that she did not want anyone to know. He said to him, you tell us now, otherwise we will dig up every grave in Medina.
This is Umar's exact words. I will dig up every grave in Medina until I pull Fatima's body out and I bury it back in myself. To which Amir al-Mu'mineen looked at me and said, if this much dust leaves a grave in Medina, then I will finish the whole of Medina. Salam ibn Qais al-Hilali's fabricated book.